السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليالي رمضان. نقول تقبل الله طاعتكم، مساك الله بالخير يا أبو محسن. مرحبا عبد الرحمن، حياكم الله مشاهدينا. ضيفنا ليلة ممثل قطري بدأ مشواره الفني في أواخر الثمانينات، قدم العديد من الأعمال الكوميدية في المسرح كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والأدوار المتعددة منها الجادة ومنها الكوميدية التي عرضت على الشاشة القطرية وشاشات الخليجية أيضا. يسعدنا أن يكون معنا الليلة الفنان القدير محمد أنور. مرحبا بكم، أسهلا فنان كبير، أقول لك مبروك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليك. والشيف البداية أرحب فيك أخوي عبد الرحمن وأخوي خالد، طبعا ونرحب بالمشاهدين اللي يتابعونا إن شاء الله من خلال قناة الريان، وان شاء الله نكون ضيوف خفاف يعني خاصه هالايام في احداث كثيره، وخاصه يعني خايف من الصاروخ. الصاروخ انا قاعد في الاستديو، فاحنا نحاسب ان شاء الله شوي شوي يعني، والاسئله تكون مو بصواريخ يعني. لا تعلي صوتك عشان الصاروخ. حالك يا محمد؟ عسى طيب، بارك لك ما تبقى من الشهر. محمد، في البدايه رمضان اللهم لك الحمد يعني ما باقي منه الا شيء بسيط، لكن شنو الاشياء اللي دائما تحرص عليها في رمضان؟ والله في البدايه يعني خلال احنا نتكلم خلال فترة الكورونا وقبل كورونا، احنا صارت في فترات معينة قبل كورونا كانت احنا الحمد لله كانت عندنا نحرص على اساس ان نكون نقدم اعمال مسرحية خلال فترة العيد، وهذه كانت يعني خلال السنوات اللي راحت قبل كورونا طبعا كنا نحرص على اساس ان نسوي بروبات حق مسرحيات نقدمها خلال فترة العيد، سواء كانت مسرحيات جماهيرية او مسرحيات حق الأطفال. أما في فترة الكورونا طبعا مرت يعني الحمد لله على كل حال مرت سنتين تقريبا كل الأنشطة يعني متوقفة من خلال المسرح أو التلفزيون يعني، وأنشطة بسيطة من خلال برامج معينة يعني. فخلال هالفترة حتى أعتقد يعني كنا نودي لهال على اساس حتى القرنقعو يعني اختفى يعني. هذا الجائحه ان شاء الله نقول الله يرفع عنا البلاء ان شاء الله. وهذا الوباء قبل ما نروح الذكريات الفنان محمد والاشياء اللي تحرص عليها في رمضان والاعمال، اتوقع مشاهدينا الكرام مع هذه الفقره اليوميه وهي حدث في رمضان، واللي تعرفنا الليله على حدث تاريخي جديد وهو ثوره الزنج على الدوله العباسيه. متابع. في مثل هذا اليوم 26 من رمضان سنة 255 للهجرة الموافق 6 سبتمبر سنة 869 للميلاد، وقعت ثورة الزنج. كانت ثورة بارزة على الخلافة العباسية في منتصف القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وتمركزت حول مدينة البصرة بجنوب العراق اليوم، وامتدت لأكثر من 14 عاماً قبل أن تنجح الدولة العباسية في هزيمتها. ويعتقد أن الحركة بدأت بزنوج من شرق أفريقيا استعبدوا وجيء بهم إلى تلك المنطقة، وامتدت لتضم العديد من المستعبدين والأحرار في مناطق عدة من الإمبراطورية الإسلامية. فكان الزنج قد ثاروا على المالكين وأسسوا لهم حكومة كان مقرها مدينة المختارة الواقعة بجنوب مدينة البصرة، وهددت الدولة العباسية حتى جندت كل إمكاناتها لتسحقها، فكانت أطول ثورات العصر العباسي وأخطرها، ويقول المؤرخون إن ضحاياها بلغوا 500,000 قتيل، ولهذا اعتبرت إحدى أكثر صفحات التاريخ دموية. تابعنا معكم مشاهدنا الكرام هذه الفقرة اليومية وهي حدث في رمضان. نرجع نستكمل حوار مع الفنان القدير محمد أنور. يا مرحبا بك، مسهلا جديد. خلنا نروح أول شيء الأشياء اللي دائما تحرص عليها في شهر رمضان. في شهر رمضان طبعا يعني في الفترة الحالية هذه يعني لحد الآن ما في أي نشاط يعني، بس من خلال
الأنشطة الحين في الفترة الحالية في تقريبا 3-4 نصوص عندي لمسلسلات إن شاء الله، يعني على ما تخفف القيود في تقريبا في مسلسل إن شاء الله بنبتدي فيه إنتاجه عقب إن شاء الله عقب العيد إن شاء الله. وفي أيضا مسرحية في توجه على أساس مركز سيون المسرح إن شاء الله في بيقدم مسرحية للأطفال، يعني بعد ما تخفف القيود إن شاء الله أيضا يعني أحاول نخلص هذه النصوص نقراها ونشوفها يعني على أساس تكون جاهزة للتقديم خلال الفترة الجاية يعني الفترة الحالية. بس في السابق وطبعا في جزء بسيط نمارس الرياضة يعني نعم. الشيء الوحيد سيكل أيه. ومشي اللي هو موجود يعني. انا ترى ما سالتك عن الذكريات، انا بخليها لخالد يعني. قبل شوي ذكريات جميله ترى. قبل يعني قبل خلال الفقر كنت تتكلمون عن الذكريات اللي بينكم ما لحقت عليها انا ذكريات يعني احنا كبار في السن ما لحقت علينا يا ابو احمد. ذكرياتك وين قضيت طفولتك خصوصا في رمضان اذا بنتكلم عن رمضان؟ والله تقريبا يعني أكثر فترة أنا في منطقة بن عمران نعم. كانت في منطقة المنانعة أي. مع الشباب وكنا دائما يعني خاصة في رمضان طبعا أكيد عارفين ذيك الأيام ما كانت يعني في ملاعب متوفرة وهاي، فكنا نسوي ملعب في الفريج ونشتري كاس وميداليات ونسوي بطولة رمضانية بينكم بين بعض الفريج، مثلا فريج المنانعة المهاندة وبكوارة كذي تقريبا يعني. في كل فريج يبون 6-7 لعيبة وفي الملعب وكنا نلعب يعني. من كان الراعي الرسمي؟ الراعي الرسمي طبعا الدكان اللي جنب الملعب ياخذون منه بيبسي ياخذون منه مشروبات، هاي الراعي الرسمي. ما كان في طبعا هاي، بس تعرف كل واحد كان يشارك جزء بسيط من مبلغ معين على اساس ان الكل يشارك ويشترون كاس وميداليات ويكون للفائز اللي ياخذ المركز الاول يعني. نعم. هذه كان في السابق يعني. نعم. انا ابغي ذكرى الى الحين موجوده عندك في بالك ما نسيتها فنيا ولا لا؟ لا في رمضان يعني. في رمضان ايه؟ والله لا تطلع من فريج بن عمران، ما تطلع فريج بن عمران. والله ذكرى ما انساها طبعا. كنا في رمضان في الليل كنا نلعب رين ايه؟ تعرف رين؟ نعرف الرين. تعرف الرين؟ ما لحق عليه كوره وتحط صف حصى وتضرب باي وعقب تشرد عقب تي شوي تحط تجمع لا ترجع الالعاب أيوة يعني. المهم فضربنا وكنا نركب تعرف باي. فالمهم واحد ما شاء الله ينشن مضبوط يعني تعرف يصيدك يعني. بالكوره ما يخطي ضربني في عيني من هاي الحادثه ما انساها طبعا. جات الكوره في عيني طبعا قعدت في البيت تميت اسبوع وكله محمره يعني رين وقلينا مطوع قلينا مطوع يعني هالالعاب أيوه. يمكن اندثرت تقريبا طبعا اندثرت يعني اختفت. ودنا نعلم عيالنا يلعبونها ودائما العابنا ما كانت يعني في شيء قاعد كل شيء كله حركه. الحين حتى وين اللي ما في حركه الحين الايباد بيقعد يلعب فورتنايت ومش عارف ايش، انتهت هاي الالعاب القديمه. محمد لو بنتكلم عن مشوارك الفني وبداياتك لو تكلمنا عنها، شلون كانت بداياتك في التمثيل وشلون توجهت الى التمثيل؟ وانت يعني الحين قاعد تتكلم عن طفولتك وفريد بن عمران، ايش اللي خلاك تروح صوب التمثيل؟ والله التوجه الفني صار ايام التربيه المسرحيه. كان في وزاره التعليم كان في قسم التربيه المسرحيه خلال تقريبا في الثمانينات، فكان يمر مدرس او طالب يسجل اعضاء مثلا في المسرح في الكشافه، فجاءوا قال من يبي يسجل عندنا مسرحيه ونبي نقدمها في التربيه المسرحيه والبروفات راح تكون بعد الدوام طبعا عقب ما تخلص الحصص. فسجلت اسمي وبديت في كان عندك ميول يعني والله من البدايه ولا بس يعني سجلت اسمك وخلاص؟ سجلت اسمي بينك وبين ربعك وبعدين لانه كان في المجال بعد ايضا انا يمكن اخوي ناصر هو اللي شجعني. ناصر طبعا هو كان في المجال فلما شفته دخل في المجال قال لي تعال خلنا نروح المسرح أيه. فقلت له خلاص دشيت في هالمجال يعني تقريبا يمكن لين المرحلة الإعدادية. عقب ما وصلنا المرحلة كنا نقدم أعمال سنويا عن طريق المدارس، كانت في مسابقات عن طريق التربية المسرحية للمدارس،
فتقريبا قعدنا نقدم لين الإعدادية، وصلنا للمرحلة الثانوية انضميت لفرقة مسرح الأضواء. خلال ذيك الفترة انضميت لها وبدينا طبعا الأعمال اللي تكون احترافية أكثر عن طريق الفرق المسرحية اللي كانت موجودة، فرقة مسرح الأضواء وفي كذا فرقة مسرح. من أعضاءها فرقة مسرح الأضواء؟ ومن رئيسها؟ من اللي قايم عليها؟ رئيسها الحين حاليا هو نفسه، هو رئيس فرقة مسرح الدوحة اللي هو إبراهيم محمد، كان في ذيك الفترة ولازال لحد الآن صامل يعني. إبراهيم لحد الآن موجود، والاستاذ الكبير طبعا اول عمل كان وكان معنا يعني الفنان الكبير إبراهيم العمادي يعني. نعم بالضبط، رئيس مجلس اداره مسرح الدوحه. واول عمل كان لي مع طبعا الاستاذ الكبير عبد الرحمن مناعي، اول عمل يعني تقريبا بشكل نقول احترافي يعني من خلال الفرق المسرحيه في مسرح الاضواء، واسمها لين الحين اتذكرها اللي محاكمه السيد ميم. هاي اول عمل، هذا اول عمل مسرحي. طيب وطبعا بالحديث مستكمل كلامك عندنا مقطع ان شاء الله نشوف نشط الذاكره، شوف انت تذكر هالمقطع ولا مو بقديم واجد، لكن بنشوفه بنشوف بنشوف. محمد يعني شو تبتسم وانت طالع الدور هذا؟ وهذا طبعا تقريبا ايضا اول عمل مسرحي جماهيري للاطفال. للاطفال اي اسم العمل المهرج. شو اللي يختلف على طول؟ بعدين محمد قاعد احنا نشوفك الان يعني يمكن على خشبة المسرح الممثل ممكن ما يتفاعل مع الجمهور، يعني يؤدي دوره وخلاص. اي نعم. انت الان قاعد تتفاعل مع الجمهور خصوصا الاطفال عفويين، هل في صعوبة؟ والله في البداية طبعا اي شيء بيكون في 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 مجال المسرح او الوقوف على خشبة المسرح يكون صعب جدا. بس اول ما تدخل المسرح وتحس تجاوب الجمهور يكون شجع. تدخل الجو، نقدر تدخل الجو وتشجع ايضا الجمهور هو اللي يشجعك. ففي هالمسرحية انا كنت باخذ كاركتر معين، حتى الكلام طريقة شوي انه لما حد يكلمني مثلا في الهاي بقول يعني لك انا تذكرتها الحين ما كنت ناسيها، فواحد من الجمهور قال لي تعال فاقول له ايش طبي يعني كنت اتكلم بان لساني شوي ثقيل، فقلت له ايش طبي، فيضحكون في تجاوب في الجمهور. فبالعكس هاي المسرحيه سنه كم تذكر؟ هذه اعتقد في التسعينات اذا ما خاب ظني يعني. ترى انا الأعمال الجماهيرية بديت فيها في سنة 90. بديت فيها سنة 90. إيه أول عمل جماهيري أعتقد بالمسرح يعني. بالمسرح إيه. أعتقد أول عمل كان 93 مع الفنان الكويتي داود حسين، ومع الفنان انتصار شراح والفنان سعد بخيت. المسرحية هذه أول مسرحية كانت يعني. شو الفرق بين مسرح الطفل والمسرح الكبار؟ ولا ما في فرق؟ هو الأعمال الجماهيرية هي واحدة الجمهور، بس في اختلاف لازم يعني الهدف. أكيد الهدف اللي أنت بتقدمه للجماهير الكبيرة أكيد تختلف عن بس طريقة توصيل الرسالة محمد مش صعبة مع الأطفال؟ بالضبط تكون صعبة، لأن أي حركة كنا نسويها في السابق على خشبة المسرح كانوا يحفظونها ويقلدونها بالضبط. غير الكبار تقدم له موضوع ومن خلال الموضوع هذا هو اللي يعني يحكم ان هذا يحلل صواب ويحلل الموقف ويكون هذا صواب او خطا. اما الاطفال هو بيشوفك انت ايش بتسوي بالضبط يحاول انه يقلدك. طبعا اعمال الاطفال كانت اكثر صعوبه على اساس انها توصل انت لفكر الطفل وتقدم له موضوع معين وهدف معين يكون جدا صعب يعني. نعم نتكلم عن الاعمال الكوميديه في المسرح، دائما تميل الاعمال الكوميديه على المسرح ولا تلفزيون؟ لا هو
الأعمال الكوميدية طبعا في المسرح أكيد فرق كبير بين أعمال التلفزيون. المسرح الشغلة أو الموقف اللي من خلال المسرح راح تشوف ردة الفعل في نفس اللحظة، يعني الجمهور لما يضحك على الكلمة أو الشغلة اللي تقال راح تكون في نفس اللحظة، فردة الفعل تكون مباشرة. فأنت لما تكون متواجد ومباشر مع الجمهور يكون ممتاز حلو وأنت مستمتع بتحس فيه، يعني بالضبط في إحساس متبادل بينك وبين أكيد الجمهور. طبعاً لكن من خلال التلفزيون أكيد العمل بيكون في مثل ما يقولون قفشات مضحكة وهاي، بس تنتظر ردة الفعل على ما حد يشوفك يقول لك ترى لما سويت كذا حلو الموقف كذا. إسلام على الجمهور يكون مباشرة. المسرح طبعا يختلف، اللي أنا دائما أشوف الأجمل والأحلى المسرح، اللي أنت تكمل من خلال المسرح النجومية أو الأمور الثانية من خلال الشاشة اللي هي شاشة التلفزيون واللي توصل لكل بيت بدون أي يعني جهد، أي جهد بدون ما أنت أو المشاهد ما راح يتعنى، يعني بتكون موجود في البيت قاعد وتقلب القنوات بكل سهولة يعني. نعم، احنا عندنا بعد راح نتكلم على التجربة التلفزيونية والأعمال الدرامية والكوميدية، لكن نذهب مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود بعدين لمتابعة الحوار. مرحبا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ونتابع الحوار مع ضيفنا الفنان محمد انور. محمد، تكلمنا عن المسرح، لو ننتقل للتلفزيون ايش الفرق بين المسرح والتلفزيون وانت ايش تفضل؟ انا طبعا افضل المسرح طبعا، لان تواجد الجمهور بصوره مباشره وتقدم العمل وتشوف يعني رده الفعل خلال الفترة مباشرة تكون ممتازة. أما الأعمال التلفزيونية تنتظر تقدم العمل، تصور العمل واحتمال يعني يمكن ينعرض يمكن ما ينعرض. في التلفزيون دائما الأعمال المسجلة تكون يعني محببة حق خاصة الفنان تكون بشكل أقل، بس الجمهور طبعا أفضل وأحسن. فنان محمد، يعني ايش اللي دائما يكون في الممثل يعني عشان يتجه لهذا المجال؟ اول شيء طبعا في كل المجالات مش بس الفن، الموهبه متطلبه، موهبه ان تكون مذيع، الموهبه ان تكون طبعا كل هذه المواهب اللي بعدين من خلال قراءتك من خلال الدراسه تسقل الموهبة هذه المتواجدة في الشخص، لما يحس أنها هي موجودة يسقل الموهبة هذه عن طريق الدراسة، يكمل الدراسات أو من خلال مجال الإعلام أو من خلال مجال الرياضة، يعني خاصة إذا كان موهبة رياضية أكيد بيكمل على أساس أنه يصير لاعب محترف. وحين مثل ما أنتم متواجدين الحين مذيعين محترفين الحين اكيد يعني مالك زود اي بدايه مثلا على حاجه لا لا منو الاقدم الحين؟ لا هو الاقدم يبين انه هو الاقدم، ترى هو الاقدم يبين واضح يعني هو يقول ان انا الاقدم يقول جيل وسيل. انت على قولة الناس شوف واحكم. انا اشوف والله هو يعني جد يعني فنان محمد لو يخيرونك مثلا في مكان وتختار بيني وبين خالد، يعني كنظرة فنية من اللي يصلح تمثيله في أي مجال؟ أنت والله ما عليكم الاثنين ممتازين صراحة والله يصلحوا. أنت ملاحظ تحت الهواء هو يصلح أكثر للتمثيل أكيد هو يصلح. بس إيش رأيك تجرب التمثيل؟ أنا ما عندي مشكلة. أنا أحيانا نحن نعرض على خاصة المذيعين إنه يكون عندهم أنا أول لهم مهيئين جدا إنه يقدون أعمال فنية. جاوبتني جواب دبلوماسي قبل شوي، بس من اللي يصلح دائما في التمثيل؟ وفي أي مجال يعني مثل الدراما في الكوميديا ولا في التمثيل؟ في التمثيل الحين ما أتكلم في الأدوار الجادة شريرة لا الشريرة لا الأدوار الجادة، بنت في الأدوار اللي فيها شوي كوميدية ممكن هو بيقول شيء ثاني بس تجرب ما عندي مشكلة أبرك الشعر. محمد عندنا احد الادوار بنشوفها لك محمد في التلفزيون، شوفه ومع بعض بنرجع نتناقش. فكر يا جاسم
بيعني في السوق. أبيع اللي يبيعك. كل شيء يهون. إن كان مضايقك شيء أمرني وأنا في الشوفة. أفكر في أبوي اللي ما حب حاسبني عادل. كني بهيمة عنده. يكدني وأنا عنده ما استاهل أي شيء. ليش يا جاسم؟ الصاير. تذكر مسلسل؟ طلعون مسلسلات قديمة كنا. سنة كم؟ هذه ما أتذكر. لا بس أعتقد 95 تقريباً. كان دورك في هذا المسلسل؟ هني طبعاً صديق الفنان سعد برشيد. مسي عليه بالخير. طبعاً الفنان سعد برشيد يعني من الفنانين يعني اللي كانوا متواجدين في الساحة وأيضاً الحين تقريباً هو تجه للإعلام الحين. تجه للإعلام الحين صار باخذ دور مذيع. شوفونا على قناة قطر. نعم. وكان دوري صديقه اللي يحرض على الأعمال الشريرة يعني. كان دوري دور شري شوي. كان في السرقات كان يساعده في هاي وهو كان شري يعني. فأتذكر هاي في مسلسل عيني يا بحر. نعم. محمد شنو الدور اللي ما تنسى وليش في المسرح أو في التلفزيون؟ في المسرح أو التلفزيون ولا نأخذ الدور هنا ودور هنا خلينا نشوف. والله كل الأدوار تقريبا مختلفة يعني. من الأدوار الحلوة اللي قدمتها يعني اللي بالنسبة لي يعني في مسرحية البترول يا حكومة. ما أدري إذا كانت موجودة ولا لا. ما أدري موجودة عند الشباب يعرضونها. في مسرحية البترول يا حكومة. سنة كم؟ كانت تقريبا؟ أعتقد نفس الفترة يعني في 98 أو 97. والتلفزيون يعني تقريبا اللي الدور يعني اللي طبعا خلانا في مسلسل عندما تغني الزهور مع الفنان الله يرحمه عبد العزيز جاسم والفنانة حياة الفهد كانت متواجدة والفنان صلاح وكان بس ما كبيرة. وين صورتوا محمد؟ في الكويت ولا في قطر؟ لا في قطر صورنا وتقريبا في منطقة الوكرة أغلبية الفترة في بيت شعبي قديم وكانوا مجموعة أسماء كبيرة. إيش كان دورك فيه محمد إذا تتكلم عنه؟ يعني هذا من الدور المميزة اللي أنت تحبه. من الشخصيات كنت طيب وكثير واللي هو ولد حياة الفهد ويعني كانت تقريبا انطلاقة للتلفزيون اللي هي المرحلة الثانية كانت بعد ما تخصصت دراما عن طريق الشركات يعني شركات الإنتاج. في السابق كان التلفزيون هو اللي ينتج. نعم. هذه الأعمال اللي شفتوها كان التلفزيون هو اللي ينتجها في استوديوهات التلفزيون بس في من تقريبا بعد في الألفين يعني بعد الألفين بدأت شركات الإنتاج هي اللي تقدم الأعمال الدرامية وتقريبا قدموا أهم الأعمال حكم البشر يوم آخر بعد الشتات عندما تغني الزهور قلوب الجار كان قدمها عفوا سيدي الوالد وعفوا سيدي الوالد كانت في السابق ايام انتاج التلفزيون. طيب شو الافضل محمد انت تشوفه يعني وجهه نظرك كفنان؟ كل سؤال شوي محرج. لا بالعكس ما انتاج التلفزيون ولا انتاج الشركات الخاصه؟ لا الشركات الخاصه طبعا أفضل. امكانيات صارت افضل. التقنيه تغيرت يعني كل شيء صار مختلف يعني. بس هل الفنان يوجد فرصته؟ اكيد طبعا. الفنان اللي يشد حيله بيكون متواجد. أما الفنان المتقاعس واللي يصيده والإحباط والكسل بيكون محلك سر يعني. أكيد الأنشطة موجودة في كل المجالات بس يبي له شوية اجتهاد. إحنا عندنا مقطع يعني من مسلسل يعني كان له بصمة يعني في الدراما القطرية نشوف وكان لك مشاركة أيضا نشوف مقطع منه. اللي سمعك يقول بطل المسرحية ودورك دور فراش كحيان وبعد لا وما حد بيلاحظك بعد. احترم نفسك انا ما هو فراش انا احسن منك ومن طوايفك. بلاك انا ما اتكلم عن فيصل رفيجي حبيبي انا اتكلم عن الدور. ما لك حق تتكلم عن دوري انت من عشان تنتقد دوري؟ اسف يبا وهذا راسك ابوسه. هي ايش بلاك؟ اوه تعال
نسيت اقول لك. قلت قلقلت حنوش تقول. ول ما ادفش كلامك. يعني كلامك اللي خفيف تقول لي كحيان وفراش. قول ايش عندك؟ سمعت علي امس يقول حق المخرج ان هدى ما تعرف تمثل وداش الفن بالغلط. في ذمتك؟ مسلسل عفوا سيدي الوالد 96 و 97 اعتقد تقريبا 94 اي كان 94 اي نعم. عطنا نبدا عن المسلسل هذا. المسلسل هذا طبعا الله يذكره بالخير الفنان العزيز جاسم، يعني من الفنانين اللي تستمتع وانت تقدم اعمال، يساعدك على اساس ان انت تكون خفيف دم جد. يعني هذا اول عمل تقريبا يمكن في الفتره اللي كان يقدمون فيها اعمال من خلال عن التلفزيون، هذا تقريبا كان اول عمل من خلال اللي قدمناه مسلسل عفوا سيد الوالد، وكان من الاعمال المهمه جدا، واعتقد الناس يعني من خلال المشاهده تاثروا كثير يعني في نهايه المسلسل من الاحداث اللي صارت يعني. وطبعا ما ننسى طبعا الكاتبه كانت وداد عبد اللطيف الكاتبه الكبيره، يعني من الاسماء اللي يعني الكبيره اللي قدمت اعمال فنيه، واللي يعني نتمنى ان تعود اي ترجع مره ثانيه، مع انها متواجده بس مقله يعني، وان شاء الله نتمنى ان يكون لها حضور اكبر يعني من خلال الاعمال الجايه. نعم. يمكن عندنا بعد مقطع ثاني في مسلسل فايز التوش. بعد فايز التوش؟ نعم. نشوف هذا المقطع. 2000 توش 2000 اكيد. معنى كلامكم يعني انا تم عايش كذي بدون جواز؟ شلون امشي اموري؟ شلون اعيش بدون جواز الواحد كنا ميت؟ يرضيكم وانا ولدكم؟ اها رد يقول ولدكم. انا يا ايوب عبد العزيز سعود ولد شاهين تويشي. احنا ايش درانا انك انت تويشي؟ اثبت لنا بما لا يدع مجال للشك انك تويشي. مو بابوي ولد عمكم؟ ذكريات جميلة. ذكرت انك تويشي. ها راح اثبت لهم انك تويشي. محمد شو ذكرياتك عن فايز التوش؟ طبعا في من خلال العمل هذا فايز التوش، طبعا هذا تقريبا اول عمل لي يجمعني مع الفنان طبعا الكبير، مش عمل مسرحي، يجمعني مع الفنان غانم السليطي الفنان الكبير والقدير يعني. ان شاء الله يرجع بالسلامة طبعا مسافر. الفنان الكبير غانم السليطي طبعا عقب ما شافني على المسرح يعني عرض علي ان انا اشتغل معاه في مسلسل اللي هو توش 2000. هذا اول عمل قدم يعني من خلال لما بدات المحطات الفضائيه. صحيح. محطات الفضائيه تنطلق من خلال الشاشات، فهذا اول عمل كان لي من خلال فايز التوش. نعم. وذكريات كانت جميله من خلال تواجدي مع طبعا فنانين الكبار، الفنان الكبير غازي حسين والفنان صلاح الملا، يعني نجوم كبار ونعتز احنا كنا مشاركتهم، يعني كنا نشوفهم في التلفزيون ولما شاركنا وياهم يعني فخر كبير اكيد طبعا اكتسبنا، والحمد لله يعني الاجيال تتواصل وان شاء الله نستمر يعني نقدم الافضل ان شاء الله. احنا بعد عندنا مقطع ثاني من نفس المسلسل، هنشوف معكم مشاهدينا الكرام. انا اقول لك يا فايز هم ما اعترفوا فينا ورفضونا لما كانت بتيهم ثروة كبيرة من صفقة الأرض مع الشركة الأمريكية، لكن عقب ما طلعت الأرض ما تصلح وراحت عنهم الثروة الكبيرة ردوا اعترفوا فينا لأنهم كانوا خايفين إن احنا نشاركهم في الثروة. ويقول لك أكم اليوم مجتمعين في المجلس العود علشان يعلنون قدام الناس والصحفيين انهم معترفين فينا، حتى يقول لك مكلمين التلفزيون، لكن احنا كلنا اتفقنا ان احنا ما نروح، خلهم يولون. في شيء كنت اشر عليه وش؟ اي الشنب ستايل كان. ايش رايكم في الشنب؟ يعني الستايل القديم خطير. بس محمد انا يعني عندي سؤال. انت تقول كنا نشوفهم في التلفزيون عقب احتكينا فيهم وقمنا نمثل معهم، يمكن انت مش في بداياتك ولكن انت مع غانم سليطي مثلا. اي نعم. اذا بتقدم مع المشهد شنو الطقوس اللي قبل؟ طبعا
يعني الفنان الكبير غانم السليطي في البدايات كانت يعني كانت رهبة كبيرة إن خاصة الفنانين الكبار لما أنت تشتغل معاهم في أي عمل فني تخاف إن أنت تكون يعني سيء أو يعني تكون يعني مستواك أقل من المستوى اللي هم يتأملونه. أكيد هم يعني ما اختاروك إلا لأن المستوى يكون طيب من خلال الفن يعني أو المجال التمثيل، شافوا فيك الموهبة على أساس إنه يختارونك. فلما توقف معاهم في تصوير أو في على المسرح تحس برهبة، الرهبة هذه اللي هي خوف الخطأ، إن أنت تخطئ قدام فنان كبير فيحس إنه تنزل معاه مستوى المشهد أو التمثيل اللي يكون مقدم من خلاله، خاصة إذا كان جمهور متواجد أو فنانين متواجدين، فما تحب تعيد. فهذه كانت الخوف البسيط يعني، بس مع الأيام الواحد يعدي هالمرحلة والحمد لله. بالعكس هذا الشيء ممكن يكون بعد حافز محمد، بالعكس يكون حافز ودافع كبير على أساس أن تقدم أفضل ما عندك، على أساس أن هم يكون مقتنع أيضا، على أساس أن يجيبك في الأعمال الجاية والقادمة. نعم محمد، يمكن احنا وصلنا معك ختام يعني هذه الفقرة، احنا استمتعنا صراحة كثير بتواجدك جدا. الله يخليك معنا. قبل ما نختم سؤال، وين الفنان الكبير محمد أنور يجد نفسه دائما، في الأدوار الجادة ولا في الأدوار الكوميدية؟ في الجادة ولا في الكوميدية؟ الجادة والكوميدية. الجادة اللي هي الشريرة طبعا، اللي هي يعني تكون شريرة يعني شريرة ما في صوبك وليد. الكوميدية طبعا أكيد طبعا هي المحببة اللي دائما أنا خاصة في المسرح أغلبية الأدوار اللي قدمتها أدوار كوميدية، بس من خلال التلفزيون قدمت أدوار متنوعة مختلفة، فيه اللي التراجيدي الدراما العادية، في بس المحببة أن تكون شوي شخصية كوميدي. شريرة وكوميدية وشريرة يعني تكون يعني فيها مصايب أحسن. الله يبعد عن المصايب. الله يعطيك العافية، بيض الله وجهك. كل الشكر الفنان القدير محمد أنور على تواجدك معنا، وبيض الله وجهك، ونشوفك إن شاء الله في لقاءات ثانية، ونتمنى لك الأفضل إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله. وأنا يشرفني بطبع أعمالك إن شاء الله. الله يخليك يا أخوي عبد الرحمن وأخوي خالد، إن شاء الله أنتوا تتفقون إن شاء الله في البرامج. أنا جاهز، أنا ما عندي مشكلة، وأنا سعيد جدا متواجد أن أكون ضيف عليكم، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف على المشاهدين جميعا إن شاء الله. ما قصر. وتشرفنا وإن شاء الله كل عام وانت بخير. انت بخير ما قصر. الله يعطيك العافيه. الكرام نطلع فاصل، ولكن قبل الفاصل لابد ان نشكر محل شوكليت اريا على هذه الفاله المميزه التي تزين حلقات برنامج ليالي رمضان. الان نطلع فاصل قصير، بعدها نرجع لمتابعه ما تبقى من برنامجنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام جديد بعد هذا الفاصل. تنظم طموح للتنمية المجتمعية المعتكف الرمضاني الافتراضي، ويحتوي على العديد من الورش والأنشطة التفاعلية بمشاركة ضيوف ومدربين مميزين. نعم عبد الرحمن، الحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو سيد محمد شاهين المدير التنفيذي في طموح للتنمية المجتمعية. مرحبا ومسهلا فيك معنا. يا أهلا ومسهلا فيكم، ومشكورين على استضافتنا في برنامج ليالي رمضان. يا مرحبا. احنا قبل أن نتكلم عن المبادرة نبي نتكلم عن طموح بحد ذاته، لو تعطينا نبذة عن طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. طموح كانت بدايته كمبادرة شبابية، وبدينا فعليا من 2011، ومن 2011 تمينا كمبادرة شبابية مهتمين في تعزيز مفاهيم العمل التطوعي وإدارة العمل التطوعي، فهي كان مجالنا أكثر شيء. فكنا نسوي برامج تفاعلية مجتمعية تخدم المتطوعين، بحيث أن مثل أشياء كثيرة سويناها، يعني سويناها مثلا برنامج نقتفي أثره، هو عبارة عن برنامج نتكلم فيه شلون نتقيد بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، فكنا نسويها بطريقة نظرية ويتم تطبيقها من خلال الشباب المتطوعين، فالمتطوع يدخل هذه التجربة يستفيد من مهارات معينة، وفي نفس الوقت قاعد يتعلم في مجال العمل التطوعي، مش مجرد أن مهام يسويها ويطلع كمفهوم تقليدي للعمل التطوعي، فنحن غيرنا مفاهيم العمل التطوعي بهالطريقة هذه. والفئة المستهدفة هم المتطوعين.
المتطوعين والمجتمع بشكل عام يعني. فكان هدفنا هذا. وطبعا نفس ما قلنا من 2011 بدينا وتجاربنا كثيره في العمل التطوعي، والحمد لله خلال هالسنوات فزنا بالمركز الاول كاحد المبادرات الشبابيه على مستوى الوطن العربي. ماشي. طبعا ضمن 600 مبادره كانت في الكويت، والحمد لله هالشيء اللي نحن نفتخر فيها. والصجن قاعد توج جهودنا بشكل كبير في مجال العمل المجتمعي. والحين الحمد لله تحولنا إلى مؤسسة في التنمية المجتمعية. جميل. مؤسسة قام بحد ذاتها يعني ما تتبع هجها، هي مؤسسة شبابية وقام على المتطوعين فقط يعني. تابعة مثلا للمراكز الشبابية مثلا؟ لا، تابعة مستقلة. مستقلة. نعم. هنتكلم على البرنامج المعتكف الافتراضي أو المعتكف رمضان الافتراضي، هذه لو تعطينا نبذة تعريفية عن هذا البرنامج. المعتكف الافتراضي الرمضاني هي عبارة عن برنامج فيه عدة أنشطة مختلفة، وهو برنامج تربوي قيمي يعزز القيم الدينية والقيم التربوية في نفس الوقت. وكان تنفيذ البرنامج بشكل افتراضي باستخدام أكثر شيء منصات زوم وعن طريق الواتساب، لأن أساسا في عندنا مجاميع أو فرق تكون بشكل منفصل. وهالبرنامج يحتوي كان على عدة برامج أو عدة أنشطة، يمكن احنا قسمناها على ثلاث فئات أو ثلاث أنواع من أنواع الأنشطة في هذا البرنامج اللي هو المعتكف. المعتكف الرمضاني الافتراضي. أيه. ثلاث أقسام. هي في ثلاث أقسام ونسميها ثلاث أنواع من أنواع الأنشطة اللي أيه. موجودة فيه. وطبعا ثيم او موضوع البرنامج المعتكف الرمضاني، حبينا ان احنا نعزز هذه السنه النبويه خاصه في العشر الاواخر من شهر رمضان. فنحن هنا قاعد نعزز من خلال الدروس والقيم والدروس الملهمه في الدين الاسلامي والحياه بشكل عام كمنهاج حياه، فيستفيدون الشباب منها من طريق هذه الفعاليات المتنوعه في البرنامج. فخلينا افتراضي بحكم عن بعد، وحبينا يكون بهالطريقه حلو انه يتعلمون ويستفيدون بحيث ان يطبقونها في حياتهم اليوميه. خلينا نتكلم بتفصيل اكثر ابو شاهين، شنو البرنامج؟ شلون يبتدي؟ شلون ينتهي؟ ايش الفقرات اللي فيه؟ بالنسبة حق البرنامج، هو أساسا يعتمد على الفرق أو على المجموعات. طبعا يكون عندنا خمس مجموعات. الفئة المستهدفة كانت من العمر 16 حتى 39 سنة. حبينا نكون شوي الفئة كبيرة بحيث أنها في تنوع كبير، وهالتنوع قاعد يساعد أن الكل يستفيد من الخبرات اللي موجودة من الشباب نفسهم. واستهدفنا 50 شخص، والحمد لله تم استكمال العدد حق 50 شخص. هاي 50 شخص تقسموا على خمس مجموعات، وهالمجموعات يمرون مراحل، وهالمراحل مش مراحل، هي عبارة عن نفس ما قلت أنواع. من الورش. أي المعتكف يكون من ثلاث أنواع. أول شيء البرنامج الأساسي اللي يكون من الساعة 9 مساء حتى 11 ليلا. البرنامج فيه يكون أول شيء ورش تدريبية. ورش تدريبية تتكلم عن ورش عن مهارات الحياتية والحياة في الدين، شلون نحن نتعاون، شو الأخلاق اللي نحن نبي نعززها خاصة في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى دروس ملهمة. فكانت الدروس الملهمة يقدمها مشايخ أفاضل مثل الدكتور أحمد الحمادي، من الأسماء ما شاء الله اللي نحن نقتدي فيها في مجال الدعوي، فكان له دور حضور كبير. والأستاذ عبد الله البعينين، طبعا أستاذ عبد الله من الناس اللي قريب من الشباب والشباب يحبون أن يستمعون له، فحبينا بعد يكون هو إضافة معنا في البرنامج. بالإضافة حق الورش التدريبية اللي تفضلت فيها، كان قدمها أستاذ حمد الجميلي. هالورش شلون احنا التفكر في آيات القرآنية القيادية، فنحن بعدنا قاعد نعزز فيها مفهوم القيادة عند الشباب اللي أشياء مرتبطة في القرآن. والدروس الملهمة بعد كانت هي عبارة عن الدين الإسلامي ما شاء الله وسيرتها النبوية عديدة وحافلة بالدروس الملهمة والقصص الملهمة، فحبينا ننقلها بطريقة ملهمة بحيث أن الشباب بعد يتأثرون من هذه القصص. من 9 إلى 11. نعم. فهاي أول نوعين. النوع الأخير اللي هو النوع الثالث كانت المسابقات. طبعا في مسابقات مصاحبة وتنافسية، منها تحدي الأذكار، أن نخلي الشباب كلهم الذكر والورد اليومي نبيهم يدخلون في هالتحدي ويحفظون أكثر كم عدد من الأذكار، بحيث أنه يكون في تحدي بينهم من يحفظ أكبر عدد كم من الأذكار. وهالشيء قاعد يعزز أن الحمد لله كان في قبول، وما شاء الله حتى في تفاعل كبير وفي تنافس بعد كبير
ان نبي نحفظ اكبر عدد من الاذكار. ومن ناحيه التفاعل احنا عندنا يعني فيديو عن احد المشاركين والمتفاعلين في برنامج المعتكف الافتراضي. نشوف. هذا البرنامج او هذا المعتكف الافتراضي يعني رجعنا للذاكره ايام الاعتكاف، ايام والله كل واحد يعني ماسك القران، ايام الواحد يتذكر او يستشعر هذه الايام الفضيله بالطاعه بالعمل الصالح. يعني هذا راي احد المشاركين اخوي محمد، يعني شلون التفاعل كان؟ يعني هذا ممكن راي احد المشاركين، بالنسبه لباقي الجمهور التفاعل ما شاء الله كان منقطع النظير في البرنامج، يعني الكل بيتسابق في حضور خوض المنافسات، حضور الورش التدريبية، فعلا هي أصلا افتراضية وتكون عن طريق زوم، بس الحمد لله قدرنا، وهذا كان تحدي عندنا في البرنامج، شلون نحن نخلي الشباب الموجودين معانا يكونون معانا بأكبر عدد ممكن، والحمد لله ما شاء الله يعني حتى الأشياء الأنشطة اللي طرحناها كان إقبالها كبير، فتحس ان قدرنا نحن نكسب التحدي، وفي نفس الوقت قدرنا انهم ما شاء الله يستغلون التكنولوجيا اللي موجوده عندنا من خلال التواصل، وايضا اللي هو تعزيز روح العمل الجماعي، لان الفرق قاعد يشتغلون مع بعض يتعلمون من الاشياء هذه. حتى بعد اغلب في واحد من الشباب اللي من المشاركين الموجودين كان كل يوم يعطي ملخص حق الدروس اللي تم اخذها يشاركها المجموعه، فكان هالشيء من المبادرات الحلوه اللي احنا لاحظناها في تساعد البرنامج يعني في توصيل الأهداف. أيضا إحنا عندنا أحد المشاركين أيضا في أحد الدروس تفاعليا نشوفها مع بعض ونرجع نستكمل الحوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما شاء الله محمد، هذا في أي فقرة كانت أو في؟ هذه كانت تحدي الأذكار. أي فما شاء الله كانت مشاركات متميزة من الشباب اللي موجودين، يعني ما شاء الله حتى أذكار طبعا أذكار الصباح والمساء حبينا يقدمونها، وفي نفس الوقت أجرها أنه والله يحفظونها بحيث أنه يرددونها طوال اليوم، فما شاء الله مشاركات متميزة، حتى طريقة أداء هذه الأذكار كانت بشكل متميز ناس ما لاحظنا، فالمشاركات ما شاء الله في عندنا مواهب في الصوت ونغمة الصوت، فالحمد لله من الأشياء هذه اكتشفناها فيها. في حوافز مثلا او جوائز او شيء معين؟ أو والله بطبيعه البرنامج هو عبد الرحمن مش هي تنافسيه، يعني بس مجرد ان الناس تذكير مثلا. اي اصلا هذا شهر خير فهي تفاعليه اكثر، المسابقات بس لاضفاء جو روح من المنافسه والاستفاده في نفس الوقت، بحيث انه يكون بعد برنامج تفاعلي اكثر، والحمد لله البرامج اللي تم تقديمها اللي نسميها الانشطه المصاحبه اللي هي المنافسات قدمها اساتذه ما شاء الله متميزين في الانشطه، وهاي اللي حصل تفاعل كبير ما بين الشباب وبين مدراء الانشطه المصاحبه. نعم بشاير، احنا وصلنا لنهايه حديثنا معك، حديثنا الشيق، لو تعطينا في ايجاز كلمه اخيره. والله اخوي خالد كلمتنا الاخيره يمكن خلينا نتكلم عن البرنامج ويمكن هالتحدي في البرنامج، اعداد البرنامج استغرق يمكن فقط 3 أسابيع كتخطيط، فهي فترة قصيرة ببرامج الثانية. كان هدفنا شيء واحد، أن نحن نبي نفيد الشباب اللي متواجدين خاصة في شهر رمضان. شهر رمضان مع الظروف الحالية الواحد ما يقدر يسوي شيء، فقلنا خلنا نسوي شيء بحيث أن قاعد نعزز قدراتهم ونستفيد منها، وفي نفس الوقت هم يستفيدون خاصة في المجال القيم والتربوي. فيمكن هالشيء كان عندنا تحدي، مش بس برنامج نسويه وخلاص،
لا نبي نضيف، نبي نضيف حق المجتمع. نحن صدقنا مؤسسة شبابية، بس هدفنا بعد أن نحن نترك أثر في أفراد المجتمع أيضا. فاللهم لك الحمد قدرنا أن نحن بعون الله أن أضفنا بصمة، وحتى كان اليوم حفل الختامي ما شاء الله، كان حفل ختامي متميز، واستأنس الشباب كلهم على هذه البرنامج، وما شاء الله ردود أفعال إيجابية جدا. الله يوفقكم. الله يعطيك العافية، بيض الله وجهك. كل شكر السيد محمد شاهين المدير التنفيذي في طموح للتنمية المجتمعية، الله يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله في برامجكم المستقبلية. اللهم آمين، جزاكم الله خير على استضافتنا. الله يكتب أجركم. الله يبارك فيكم، وهي فرصة دعم لنا كمؤسسة شبابية. حق واجب. فالشكر لكم. شكراً أبو شاهين. الله يرحمه. شكراً الكرام، بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وعدنا معاكم غداً بإذن الله، تمسون على خير.